روح لمحطتنا الأخيرة نور. دائما المحبة، التسامح، الشعور بالغير هي من المبادئ والقيم اللي نشأنا عليها. بكل سنة بيقوم بازار خيري أساسه هي القيم، لدعم طبعا المجتمع السوري بكل فئاته، وأكيد لدعم السيدات ضمن هذا المشروع اللي هو بيعرض لسيدات منتجاتهم، وتحول من مجرد فقط خليني أقول مساحة عم تعرض بسبب مناسبة لمشاريع صغيرة عم تدعم السيدات بهذا الوقت الصعب. رح نحكي أكثر طبعا عن البازار الخيري اللي أقيم مؤخرا مع سيدة منى العشي أمين سر أخوية سيدات الصليب المقدس، وسيدة سمر قريت وهي عضو بأخوية سيدات الصليب المقدس. أهلا وسهلا فيكم. أهلا فيكي، صباح الخير. يسعد صباحكم. يمكن من الطقوس السنوية للأخوية هو هيدا السوق الخيري الميلادي. خلينا نحكي عن أهمية هيدا البازار، وهي السنة شو بيميزه عن الأعوام السابقة؟ بداية منقول صباح الخير سوريا، صباح الخير لكل المشاهدين اللي عمال يتابعونا. هلأ البازار هو موسمي، دائما بكون بالسنة مرتين، بالميلادي وبالفصح. هدفه الأول والأخير البازار هو الريع تبع البازار، يعود إلى العائلات المحتاجة، وأيضا يعني في مساهمات تانية لطلاب المدارس، مساهمات أيضا للمهجرين، للمرضى، يعني الحقيقة في عدة مساهمات لهذا السوق الخيري، وهذه الأخوية تعني بهذا الموضوع. يعني دائما كل سنه متعودين نحن يكون عندنا نحكي عن البازار بشكل عام، ان كان بعيد الميلاد او حتى بعيد الفصح. ست سمر، يعني شو الشيء اللي رح نقول هيك مميز هذا العام؟ عدد السيدات المشاركات. طبعا نحن مثل ما قلتي بزمن الميلاد، زمن التسامح، الفرح، العطاء. اخويتنا حبت مثل عادتها كل سنه انه نقوم ببازار الميلاد الخيري. السنة اللي ميز وجود جائحة كورونا. الحقيقة كان في خوف بالبداية، لكن قررت أخويتنا أنه نقوم بالبازار مثل العادة. طبعا هذا الشيء إيماننا بإرادة الحياة، حبنا لإدخال الفرح للجميع، فكان لابد من وجود هالمشاريع الصغيرة البيتية اللي بتقوم سيداتنا بتقديمها، ليكون ريعة مثل ما قالت مدامنا للعمل الخيري، لتقديم مساعدات لعائلاتنا المحتاجة. فنحن كان جائحة كورونا خوف بالنسبة لنا من افتتاح البازار. لنا نعمله كان إجراءاتنا الاحترازية. بدأنا تعقيم القاعة، تعقيم مستمر كل يوم، وجود معقمات مع العارضين السيدات، ارتداء الكمامة كان ضروري جدا وطالبنا وأكدنا عليه سواء من العارضين أو من زوار المعرض. فكانت جائحة كورونا هي يعني الشيء الرئيسي، الحدث الأكبر. رغم ذلك حاولتوا ضمن الظروف تمام أنه يكون البازار بموعده السنوي المعتاد. ويمكن هيدا المعروف عن الأخوية قديش بتهتم بالمشاريع التنموية الإنسانية لدعم الإنسان اليوم. خلينا نحكي عن هي المشاريع، قديش فعليا نحن ضمن هي الظروف اللي عم نعيشها إلى دور فعال بالمجتمع، ولما فعلا يكون في رسم بسمة على الناس وفرحة، قديش بتنعكس عليكم إيجابيا بهي المشاريع؟ طبعا هلأ من ضمن الأهداف أو الخطة أو البرامج اللي هي تعني بها الأخوية، هي مثل ما تفضلتي حضرتك إدخال البسمة وتذليل بعض الصعوبات لدى العائلات اللي هي بتكون محتاجة. فكمان هي إلى مساهمات تانية، مساهمات طبية. صحيح. نحن في عنا صيدلية، وهي الصيدلية تعني بتقديم بعض الأدوية المتوفرة لدينا، وأيضا تقوم بصرف بعض الوصفات الطبية. إضافة لذلك عنا من ضمن الأخوية لجنة اجتماعية تقوم بزيارة المسنين، تقوم بزيارة الميتام، تعني بالحالة الإنسانية لدى السيدات بالأخوية، إذا سيدة مريضة أو عندها ضائقة معينة، فكمان هن بيشندوا بعض، بيساهموا مع بعض. هلأ هذا الموضوع اللي الأخوية هي بتركز عليه. هلأ بالنسبة للشغلات الثانية، تقوم الأخوية بأنشطة ثقافية، بأنشطة تنموية. فهلأ نحن في عنا مثلا إحدى العارضات
هي عمالة يركزوا على الحرفة اللي تشتهر بها سوريا، ونخص بالذكر أيضا كمان مدينة دمشق، البروكار، الدامسقو، الرسم على الزجاج. فهيدي الحرفة اللي هلا كمان مرة ثانية ترجع في تأكيد عليها بالنمو والازدهار، أيضا مثل ما تفضلتي الحفاظ على هذا التراث الغني الذي نعتز به. فيعني عندنا كمان تنوع كثير كبير بالنسبه للطاولات وهالمواضيع هاي. اكيد، ويعني بدنا نقول موفقين طبعا لكل السيدات الموجودين بالبازار. خلينا نحكي شوي استاذ سمر عن الايام، كم يوم بيستمر البازار؟ السنه رح يختلف شيء المواعيد، من اي ساعه لاي ساعه بيقدروا يروحوا الناس يزوروا؟ بالنسبه للبازار مثل كل سنه 4 ايام، بدينا يوم الجمعه ولبكره نحن مستمرين، من الصبح من الساعة 10 صباحا ل 8 مساء. الزوار عم يتوافدوا على في اقبال فينا. اكيد اكيد، رغم وجود جائحة كورونا بس الاحترازات اللي انعملت فاقبال كبير، لانه دائما الانسان بحب الفرح والميلاد فرح، فمتعودين ان هن دائما بهالوقت هذا بالذات يكون سوقنا الخيري الميلادي. طيب بالختام خلينا نقول نحن عم نودع سنة ونستقبل سنة جديدة بال 2021، في مشاريع حابين تقوم فيها الأخوية؟ بعض الأهداف حابين مثلا تكونوا موجودين؟ في حاطين جدول أعمال جديد لكم؟ طبعا طبعا، الأخوية دائما هي متجددة وخلاقة، فدائما نحن البرامج اللي بنعملها بنضيف عليها منحسنة منطورة. بعدين في عنا نحن تعاون مع جمعيات أخرى، فمثلا حتى الهلال الأحمر في إنا تواصل معه، فنحن منا أخوية منغلقة على نفسها أبدا، أخوية منفتحة على الآخر بالعمل، ودائما في نبغي إلى التطور والتحديث، ونحن دائما بيشد على أيدينا وبيساعدنا بهذا العمل قياداتنا الروحية غبطة البطريرك يوحنا العاشر يا زجي، دائما هو بيقدم لنا الدعم المادي والمعنوي، وأيضا السادة المطارنة ومنهم المطران أفرام الوكيل البطريركي، وأيضا الأب الراعي إبراهيم داود، كل هؤلاء اللي أنا ذكرتهم، حتى قياداتنا السياسية كمان هن ما بيأثروا معنا، كله بيساعد كله بيدعم، لأنه هي الحقيقة فكرة العمل الخيري فكرة نبيلة ومهمة بكل المجتمعات. أكيد، ومساندة للمؤسسات الحكومية. أكيد كمان نوجه لهم تحية ونوجه لكم وللسيدات، نتمنى لكم التوفيق. نرجع نذكر لكل يلي عم بيتابعنا لسه في اليوم وبكرة، لحتى اللي بده يلحق حاله ويكون متواجد بكنيسة الصليب. نعم نعم، كنيسة الصليب المقدس بالقصة. يعطيكم نعم العافية. شكرا لكم، شكرا للإخبارية. اكيد كنا سعيدين، من عايد وطننا، من عايد شعبنا، وان شاء الله بنعاد عليه على الجميع بالخير والبركه والامان وراحه البال. ان شاء الله ينعاد عليكم وعلى كل الناس وعلى بلدنا الحبيب سوريا. وكل عام وانتم بخير. يعطيكم الف عافيه، نتمنى لكم لكل سيدات اخويه سيدات الصليب المقدس التوفيق بجميع برامجكم القادمه، وان شاء الله يكون لنا وقفات كمان قادمه في محطاتنا الصباحيه. شكرا كثير لكم. شكرا لكم. شكرا هلا. شكرا للاخباريه.